وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مكناس. وكما كتابعوا معنا على المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، هذه هي هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس قبل الساعة 8. شوفوا الأجواء كديرة بالمدينة مملوءة عن آخرها. فاليوم الثاني من العطلة ديال عيد المولد النبوي، واللي كما كتشوفوا هذه محطة ديال الحافلات هنا بزين العابدين. ها انتم كتشوفوا معنا على المباشر حجم الاكتظاظ اللي كاين في هذه المنطقة. الناس كل شيء خارجين، الناس فرحانين نعم، لكن لازلنا في زمن كورونا. كنتمناو أن الناس تاخذ الاحتياطات ديالها اللازمة. شوفوا معنا الجولة هذه، خليكم معنا السيمو كما كتابع خويا على المباشر. كما كتشوف هنا حشود بشرية، حشود بشرية ما زالت تنتظر هنا الحافلات. هنا هي مشكل كبير على مستوى النقل العمومي، على مستوى مكناس، واللي كنتمناو انه يتم ايجاد حلول بديلة وكفيلة بهذا المشكل هذا اللي كتعيشه المدينة على العموم. فهذه الأجواء من هنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. هذا فضاء الألعاب هنا بزين العابدين. في اتجاه ساحة الهديم اكتظاظ كما كتشوفوا معنا، الناس خارجين، الدنيا عامرة بما تحمل الكلمة من معنى. بالصحة والراحة ديال الناس صراحة، ولكن ناخذ الاحتياطات ديالنا اللازمة. فكما كتشوفوا الآن على المباشر هادشي يعني كثير وكثير. نعم نعم نعم، معاك أخويا، معاك لالا أم جوي أم معاك في هذه النقطة. فالطوبيس عامر عن آخره كما شفتوا معنا على المباشر. فاحنا معاكم الآن كما كتشوفوا، هذه هي الأجواء بالمدينة. هنا كتشوفوا معنا ساحة الهديم، الساحة التاريخية كذلك. باقي الناس خارجين جالسين مع الأسر ديالهم ومع الأهل ديالهم كما كتشوفوا معنا. ها هي الأجواء من هنا من العاصمة الإسماعيلية. حضور يعني كنشوفوا كاين حضور ديال رجال الأمن الوطني هنا اللي حاضرين، خصوصا هنا بباب منصور العلج. هذه هي الأجواء في ساحة الهديم. وهنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، حمزة تحياتي ليك خويا، تحية متبادلة، بارك الله فيك. كي داير الأجواء في المدن ديالكم في ثاني يوم من العطلة؟ واش الناس انتوما خارجين؟ حتى انتوما خارجين تسراو مع الأهل ومع الأحباب الآن. فكما كتابعوا معنا وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، أجواء من هنا. كما كنتابعوا الناس خارجين، المكان خارجين يعني كل الساكنة خارجين. هنا كان رجال الأمن الوطني هنا، يا ربي السلامة. أحد كيقول ماشي شخص يا ربي، كما كنقولوا حاجة. وهنا دائما احنا الان كنتواجدوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في بساحه روامزيل. وللاشاره فقط، فالحصيله الوبائيه بالنسبه لمدينه مكناس اليوم فراه سجلات جوج ديال الحالات ديال الاصابه وحاله وفاه واحده. انا لله وانا اليه راجعون. فعلى مستوى الجهه ككل تسجلات 12 حاله اصابه مؤكده وحالتي وفاه. مدينه حجب كذلك تسجلت بها حاله واحده، وكذلك مدينه حجب حاله وفاه واحده وحاله اصابه بكورونا واحده. خاصهم ياخذوا غير الاحتياطات اللازمه اخويا.
فهذه هي الاجواء من العاصمه الاسماعيليه مكناس. فمن بعد يعني انخفاض درجه الحراره اليوم كان يوم مشمس وحار، اجواء جميله صراحه اللي مكناس يعني بعد هذه المده كامله بعد مده كورونا الناس صراحه كانت يعني ما كنتيش كتلقى الشوارع بحال هكا، كتلقى يعني الناس كلشي في البيوت ديالها القله القليل، لكن الحمد لله كنتمناهم الله سبحانه وتعالى يرفع لنا في القادم من الايام، والحمد لله ثقتنا كبيره بالله سبحانه وبالدوله ديالنا وبالسلطات ديالنا ان شاء الله انه غيرفع لنا الوباء ان شاء الله، وغادي يكون الفرج قريب ان شاء الله من بعد تحقيق نتائج ايجابيه الحمد لله على مستوى الحمله الوطنيه ضد كوفيد 19. فمازال الخير ان شاء الله قادم، ونتمناو من الله انه تكمل بنفس هاد يعني الناس تاخذ ولو هادشي اللي كنشوفو، كنتمناو انه الناس تاخذ الاحتياطات ديالها اللازمه، لانه خاصنا نكملوا الحرب ديالنا على كوفيد 19 حتى يمشي بحالاته. سفيان تحياتنا ليك، نرجعوا لي كومونتير ديالكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. حمزه خويا اللهم امين يا رب، تحياتنا ليك خويا وتحيه لساكنه سبعيون اقليم الحاجب. هنا بالشارع التاريخي رومزيل ومن لا يعرف هذا الشارع وهذا الممر اللي يعني ما يمكنش يعني في اتجاهك لساحه الهديم ما يمكنش انه تدوز ما تدوزش من هذه البلاصه، وخصوصا وانت داخل المدينه العتيقه ولهاد الاماكن التاريخيه. امامنا حومه سيدي عمر وما يعني وسيدي عمر الدار الكبيره مشوار الستينيه وهذه المنطقه التاريخيه والجميله. فصراحه مدينه مكناس فيها ما يتشاف صراحه، ما نقولوش غنحسدوا ساكنتها عليها، ولكن غنقول لهم تبارك الله مدينتكم زوينه وتستاهل كل الخير، وكنتمناو انه ضافر الجهود باش تزيد بحال هذا المنظر ما نشوفوش ديال انعدام الاناره العموميه اللي كنشوفوا الان امامنا في مثل هذه الشوارع وفي مثل هذه الاماكن. ها انتم كما كتشوفوا سيمو تحيه ليك خويا وتحيه للناس. لا الله ودي هنا بلاصه بسلا، مرحبا بك معنا. فهانتوما كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، دائما هذه هي الاجواء الجميله والمثيره هنا بالعاصمه الاسماعيليه. صراحه كتحس باجواء ديال الصيف، كتحس بانه يعني كتحس انه يعني راه حنا كنعيشوا تقريبا اجواء ديال الصيف، الناس خارجين مع وليداتهم، وخصوصا انه جات عطله ذكرى عيد المولد النبوي الشريف كانت اليوم امس واليوم. ف يعني عطات الناس واحد المتنفس بانهم يخرجوا مع الوليدات ديالهم، يعني دوروهم زياره شويه الاهل والاحباب، ولكن ما تنساوش راه كورونا مازال معنا، هذا هو الواجب. يونس كل عام وانتم بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف، شكرا لك اخي لنا ولك ان شاء الله، وانت كذلك دائما متابعي مشاهدي قناه شوف تيفي. انتم معنا في هذه الجوله الليليه بالعاصمه الاسماعيليه قبل الثامنه على ما اظن، فالان نعم على بعد 35 دقيقه من الساعه الثامنه، وهنا هذا الفضاء المعروف بلاغورا كما كتشوفوا معنا ممتلئ على الاخره، فالناس كلها يعني خارجه مع البيدات ديالها وللاشاره، فهو الفضاء الوحيد اللي نقدروا نعتبروه فضاء او فضائين اللي نعتبروهم يعني على الاقل يقدروا يستقبلوا الناس ويقدروا الناس يجيو يجلسوا فيها. كنتمنوا المجلس الجماعي يلتفت ويدير واحد الدوره جميله وكبيره على كل فضاءات والمساحات الخضراء بالعاصمه الاسماعيليه. فمثلا في سيدي بوسكري والله العظيم الا كنلقاو الناس جالسين في المدار، وممكن انه نقلوها لكم على المباشر ان شاء الله في القادم من الايام، الناس المواطنات امهات مع وليداتهم جالسين في المدار في ديك الرون بوان، داك الكازون اللي دايرين في الرون بوان، ولاو الناس كيستغلوه كيجلسوا فيه لانه مساكن ما كاينش فضاء فين غيجلسوا. وقبل قليل تبعتوا معنا البث مباشر كان هنا من مكناس حول فضاء يعني واحد المساحه خضراء اللي كتواجد بشارع بنو سينا، ولحاله كارثيه اللي وصلت لها. زيد على ذلك الخصه القديمه اللي كتواجد هنا في الساحه الاداريه، الوضعيه ديالها كارثيه. كنتمناو تكون واحد برنامج ان شاء الله مستعجل ويتنفذ عما قريب، ويبان المواطن المكناسي يشوفوا بعينه العين المجرده يشوف اصلاحات بدات. حنا صابرين على المكاتب الجديده، على المجالس الجديده، قادوا اموركم، قادوا لجانكم، وارك لي الخدمه، راه الناس كتسنى. خويا اكندار الحسن تحياتنا ليك وتحيه للناس الحاجب عزاز وغاليين.
مرحبا بك خويا. فكما تابعتوا معنا مشاهدينا، وهذا الشيء اللي صراحه ولا كيخلق بالنسبه لمدينه مكناس وخصوصا في ساعات الذروه، هذه نقطه اللي غنبغيو نشيروا لها. وبالرغم من المجهودات اللي كتقوم بها يعني العناصر الامنيه هنا يعني شرطه المرور هنا بمكناس، ولكن كاين مشكل كبير اللي هو الاختناق المروري، وخصوصا في المدار اللي كنا كنتواجدوا به، المدار ديال باب بوعماير، كذلك بطريق فاس، وزيد على ذلك شارع ديال الروامزيل، والاكتضاد اللي كيكون فيه، خصوصا ان تما كاين ممنوع التوقف والوقوف، ولكن كاين بعض الناس اللي كيوقفوا دوزيام بوزيسيون اللي كيخلقوا واحد الحاله ديال الارتباك في هذا الشارع. فمكناس كذلك اصبحت مدينه لابد التفكير في حلول واقعيه للبنيه التحتيه وايجاد بدائل، لانه راه المدينه ولات كتعيش اختناق مروري في ساعات الذروه، خصوصا ساعات الصباح. مثلا المدار ديال مولاي مليانه، زيد على ذلك عدد من المدارات ولات المدينه يعني كتخنق. مدار ديال زين العابدين بلا ما ندويو عليه، بحكم انه كتواجد تما قاعه ديال الطاكسيات اللي يعني كتسير بواحد الطريقه ما غنقولش لكم على انها منظمه، لانه ما يمكنش يعني بطريقه غير يعني كتسير بطريقه يعني اللي الناس كيدخلوا من سون انتيردي، يعني شي حويجات اللي في مدينه مكناس والله العظيم الا كتجي يعني تدعو للعابات، يعني كتبان لك كيبان لك كاين العابات في مجموعه ديال الاشياء. كنتمناو لا السلطات ولا الناس اللي كيمقابلوا هذه القطاعات هذه فينوضوا يتحركوا، ينوضوا حتى مثلا ملي كنقولوا قاعه ديال الطاكسيات، فما يمكنش انه نشوفوا مالين الطاكسيات كيغوتوا مثلا غا على عدد البلايص، زيدونا البلايص نقلطوا لنا البلايص. ودعوا على التنظيم، راه كندخلوا للساحه راه كنلقاو ما كتعرف ديال سباته من ديال سيدي بوسكري من ديال الهدي، ما يعني روينه، وكيدخلوا من شارع اللي هو فيه نورمالمون علامه ديال التشوير اللي كتقول انه ممنوع الدخول منه، يعني انتيردي، هو اللي فيه الصف ديال الطاكسيات، يعني واحد العشوائيه، واحد الروينه. كنتمناو التدخل ديال الجهات المعنيه من اجل انها تنظم هاد الساحه هذه، لانه التنظيم هو اللي كيعطي واحد الجماليه للمدينه وكيرفع من قيمتها. شكرا لك خويا الحسن، شكرا لكم متابعينا مشاهدي قناه شوف تيفي. كما كتشاهدوا معنا الان، حنا كنتواجدوا بقلب المدينه بحمريه بساحاتها المعروفه والمشهوره، الان هنا بشارع علال بن عبد الله. غنحاولوا نقربكم من الاجواء هنا بالعاصمه الاسماعيليه، وغادي ندوزوا الان شارع محمد الخامس، ومن هناك سوف نختم هذا البث المباشر اللي كنا معكم فيه مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، باش ننقل لكم الاجواء من هنا على المباشر. بالنسبه لاعاده الصيانه ديال الاناره العموميه، فراه بدا العمل، يعني بدا العمل ولو انه توقف مؤخرا، كنتمنوا انه تكمل العمليه بنفس الوتيره باش بدات. المقطع ديال زين العابدين حتى الكاميليا الان راه تم التغيير ديالو، نتمنوا انه تكون يعني دوره كما كنقولوا على جميع الاعمده الكهربائيه في المدينه، وتعاود النظر في هاد يعني الطريقه ديال اصلا المصابيح ديال هاد الاعمده الكهربائيه، اللي بعد المصابيح والله العظيم الى واصل المستوى يعني نقدروا نقولوا ديك البوطه بديك الطريقه ولا الشمعه ولا، يعني خاص اناره عموميه قويه اللي غادي تساهم في حفظ الامن والاستقرار اولا، وكذلك كتوضح كتكون رؤيه شامله وتكون رؤيه واضحه للعيان. خالد مسعودي، تحياتنا ليك وتحيه ليك خويا خالد، شكرا ليك زميلي، بارك الله فيك. شكرا ليك خويا، شرف لينا سيدي خالد، بارك الله فيك، وهذا واجب. والحمد لله قناه شوف تيفي قناه القرب دائما مع المواطن المكناسي في السراء وفي الضراء، وفي الضراء قبل السراء، احنا دائما معاكم في اي حاجه احتاجتونا، رهنا الاشاره. نتمنى نكونوا عند حسن ظن المتتبعين والمشاهدين والمواطن المكناسي كذلك، وكل المغاربه اينما كانوا اينما وجدوا. فهذه هي الاجواء مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي من العاصمه الاسماعيليه، حاولنا ان ناخذكم
معكم في هذه الجوله ولو لقصارها، لكن نعطيكم الاجواء العامه من هنا من مكناس قبل الساعه 8. باقا الدنيا عامره، الناس خارجين، المرجو انهم يعني الاجواء جميله صراحه، فكرتنا بحال يعني رجعنا لايامنا، ولكن نتمنوا من الله انه يرفع لنا الوباء والابتلاء من يوم غد ان شاء الله. فغيصبح الجواز جواز التلقيح يعني ضروره وثقه اللي خاصها معتمده في جميع الاماكن والفضاءات اللي غادي نستعملوها. فناخذوا الحيطه والحذر دائما ونحطوا الجواز ديالنا معنا، واللي باقي ما لقحوش سيروا خذوا اللقاح ديالكم، لانه ما بقاش الوقت فين انه نتراجعوا اللور، خاصنا نكملوا نكملوا الحرب ديالنا على كوفيد 19 باش ندوزوا لحويجات اخرين اللي حتى هما خاصنا نديروا لهم اكثر من كوفيد، اللي هما التنميه، اللي هما التعليم، اللي هما الصحه، اللي هما يعني عدد من البنيه التحتيه وعدد من الاشياء اللي خاصنا نخدموا عليها، ونكونوا ان شاء الله يدا واحده من اجل الرفع من يعني من نسق التنميه بهذا الوطن. كذلك هذه المحطه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، هذه المحطه اللي كتوجد هنا بحمريه كذلك كتعرف اقتضاد، كتعرف يعني كاين الناس في هذه الوقيته خصوصا في اوقات الذروه. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا لحسن المتابعه والاصغاء، ما سقيناش بكم، شكرا لكم مشاهدينا، كان معكم مراسل قناه شوف تيفي منير معطاوي من مكناس، الى اللقاء.